أعوام ستة من الحصار الحوثي، إلا أن قيوده لم تكن قادرة على تكبيد أيدي الفن. فن وظفه أهله لنقل صورة عن قسوة الظروف التي يعيشها أبناء تعز بفعل الحرب، وعن الحلم المنشود والسلام المرتقب. تعز من بين الركام استطاعت أن تترجم بين ضجيج المدافع وبين بمفردات جمالية، استطاعت أن تقدم مساعي أو آمال الدولة المدنية وأحلامها وآلامها وأوجاعها. معرض للفنون التشكيلية هو الرابع افتتح في المدينة، شاركت فيه أكثر من 150 لوحة لفنانين من محافظة تعز وعدن وصنعاء، لوحات ترجمت الواقع المرير لتعز إلى لغة يسهل على العالم قراءتها. الفن بالوقت الراهن أصبح رسالة، يوجه رسالة للعالم، أعتقد الوسيلة الوحيدة لتوجيه الرسائل المعاني اللي تعيشها محافظة تعز واليمن كامل. الريشة والألوان سلاح من نوع آخر، خاصة عند توظيفها لصالح القضايا الإنسانية، لفضح جرائم الميليشيا الحوثية وتعريتها جراء انتهاكاتها بحق ملايين المدنيين. انتهاكات تريد بها الميليشيا ألا ترى تعز الحياة بعدها، لكنها عاشت وماتت الضمير الإنساني للعالم الدولي. أيمن قائد يمن شباب، تعز.